السلام عليكم متتبعين قناة الطبخ مع عز العبدي، كي دايرين بخير لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم صحة جيدة وفي أحسن الأحوال كيف ديما. كنشكر جميع الإخوان والأخوات من أرض الوطن وخارج أرض الوطن على التفاعل الدائم ديالكم، الله يحفظكم ويضمنكم ييسر أموركم ورمضان كريم وعواش مبروكة باش ما تمنيتوش الصحة والسلامة والهنا وطول العمر. خوتنا المغاربة كاملين، فيديو جديد ونهار جديد وسوق جديد، مرحبا وألف مرحبا بالجميع. اليوم إن شاء الله باش جيت نشارك معكم فطور نهار 13، اليوم 13 ان شاء الله باش غادي نشارك معكم الكويرات ديال الحوت بالجزر في الطنجره، وصربوه فاش ما بغيتو او طيبوه حتى في الطاجين يفعكم في رمضان او حياتكم اليوميه. واحد نوع من الشوربه ديال الكرون او الملفوف او لي شوكل، واحد شنو كيسميه. ونتمنى الاطباق اللي كنقدم لكم تنال اعجابكم وترضيكم وتكون في المستوى المطلوب. مرحبا بخوتنا المغاربه اينما كنتم واينما حللتم في جميع بقاع العالم، دخلوا معنا ومرحبا بكم جميعا. قبلوا علينا هادشي اللي كاين، فطور بسيط، فطور عادي ديال الناس دراوش على قد الحال، يعني اقل باقل ثمن باقل امكانيه. المهم راه بنادم راه فاطر، راه ماشي الفائده في المائده الرمضانيه، الفائده هو ان الانسان يكون صايم لله سبحانه وتعالى لانه فرض يعني فريضه على الاسلام، فريضه من فروض الاسلام. وكي قلنا لكم رمضان التعبد ماشي الاكل، وكل واحد يدير اللي بغى وكل واحد يدير جهده وكل واحد. المهم غير ما تنساوش الناس الدراوش والناس البسطاء او الناس الفقراء، الله يجزيكم بخير. داكشي اللي كتفطروا منه ولو بسيط، تفكروا واحد عائله ولا واحد شخص ولا واحد جوج اشخاص وعطوه منه يعني. وهذا راه باش الطاقه الجاريه. وتحيه لكم، حنا غير كنفقهوكم ونفكروكم ونفكروكم. وملي نديروا الروبورتاج الكراسي يبداو يتجروا، كل شيء يبدا داوي وكل شيء يبدا محيح، حيت انا ساليت المقدمه، ساليت الفطور وجيت القهوه نشرب قهوه، جيت نشرب قهوه. المهم دخلوا معنا، مرحبا بكم. هنا ان شاء الله باش غادي ناخذوا، خديت واحد شويه ديال الزيتون كيف ما كتشاهدوا من السوق، الزيتون مشرمل، الزيتون كحل، الزبيب الحد الكبير، وهذا الزبيب البيض العادي، حامض مرقد، الزيتون مقطع خضر، دير لي من داك الخضر، دير لي من الخضر، دير لي باش غادي نعمر شي بسيطلات. وديما ملي كانت قداو وكاين عرو الزروفر، اليوم راه معايا، اليوم معايا لطيفة والفنان. ولطيفة والناس اخيتي عاد كيسولوا عليك كيقول لك غبرتي. لطيفة سكيت درني رمضان. ما كي ما خدامهاش. ما خدامهاش هاد الساعة. ما كاين عراس. ايوا رجع في الله. ايوا الحمد لله. والفنان. غبر لك تاتيلاتر. واه خايف. يما عزيز عبدي جيب الفنان، هز الفنان، حط الفنان، عاري لطيفة. اه يما لين الشاكمة. واه يما لين الشاكمة. الله الله عليكم. الرماو هما لين المكاحل. اش غنقولوا بايطيش؟ غنقول الرماو والله العظيم لا كيفكروني. انت علاش كيحيدوا الشاكمة لطيفة؟ باش يكسيري. انت كان عندك الموطور بكري. الفنان كانت خدامه مع علي بن الحسين. هي وبنت الحمري. واه بنت الحمري. انت والفنان اي باقي عندكم شي قيدون؟ هاروا لي نكلوس فيه هاد مالي الشاك مات. علمت. هانتوما توريا اللي خاصو الضوء. ولا توريا. راه عندي لانكاسات كاملين نضربهم في السيركوي. جي صابهم ليا. افاض حتىك الفنان بقيت عاودي لي علي كان انا قلتو العلالي والخيل تشالي وعاش الماليد واللي ما عجبو بو العبدي يشرب البحر لا جاه اي لا جاه مالح يشرب الواد ابي رقرا. المهم مرحبا بكم، نضحكوا حنا في السوق تقدينا العافيه. اللهم اجرنا اي اللهم اجرنا من النار. قول. المهم تقدينا جهنا كل نهار ورزق، واحد نص كيلو ديال السرديل ونص كيلو ديال الشرن، نقلوه ولا نطيبوه ولا طيفه؟ نقلوه. نقلوه. انا ما عنديش المقله. نعطيوها لي. ايوا ما عرفت. نضربوا على الدو. المهم انا ما عنديش المقله ديال القليان، غندير معفران
ولا نديرو كويرات غندير غادي ندير حمام غادي نمشي ندير الكفته كويرات وسميتو والشرن شنو دا تفرق عليا الشرن خلوه ثاني نهار اخر. يلا مرحبا بك. هنا بعد ما جيت للدار علقيت البصله هاوته خديت هادو قيل 800 قال لي الف ريال قلت له انا شوفه نطيح لك هنايا من البحيرات كنخدم ليهم انتم عارفين قلت لهم انا عبوبري. المهم هاد الحزمات اليوم رخيصه البصله ما دايره 60 ريال قلت لي غادي تبيع عليا ب 40 50 المهم هذا الشيء ب 800 ريال يعني ما غاديش المهم البصله عندي يعني ماشي غادي نتقداها كل نهار. وخديت واحد الكيلو قلت لكم ديال السرديل وكيلو ديال الشرن وواحد القصيري هذا مقيدر هذا مثلا ديال بنياتي مثلا اللي يكونوا عوحدهم ها هو مقيدر والخضيره على قد الحال هنايا وواحد الخبيزات ما خديتهم من الفران باقي سخان خضيره هذه فيها النعناع فيها الربيع فيها المهم خضره على قد الحال وصافي هذا الشيء اللي كاين. هنا كيف ما كتشاهد خديت بطاطا بطاطا هي اللي كناخذها ديما خير الاشياء اوسطها الرقيقه اللي عند الوليدات كتمشي ليه. هنا خديت الدنجال الدنجال انا كيعجبني يا اما زعلوك مشوي او سلطه مشويه او كنعمرو كنعمرو بالكفته مثلا وكندير واحد النوع من صوص طوماط وندخلو للفران. هنا سميتو شويه الخيار واحد البروكليا او الملفوف الملفوف ليشو. هنا هاد القرعه كورجيت وهاد القريعه مكركبه كتجي في الطاجين وهذه كتجي في الشوربه هما بجوج من الطاجين. هنا واحد شويه ديال البسباس القزبر المعدنوس والكرافس جداد النعناع الملقم والبروج مطيشه حتى هي لقيتها اليوم رخيصه كانت دايره 100 ريال ولكن انا خديتها بقل من 100 ريال انا باكم العبدي كتبغيش تقول هي الصراحه كتبغي تهز في اليدين انا مع الخنشه شوفوا كي كتفرع ولكن كلشي مزيان تغسل الحاجه اللي تفرعات نقدوها هي الاولى والحاجه اللي كتبقى صاينه بحال هذه نخلوها. انا كناخذ شويه مطيشه تكون حيه ومطيشه طيبه يعني كنسبق الطيبه ونخلي الحيه باش يعني تدوم معايا. هنا هاد خضره هاد الذهب الاخضر ها الدريات بقيتو تشرو الذهب ولا ديروا هذه ديروا لها قنب وزوقوا بها مدجه. انا غندير لبناتي ثانيا مدجات غادي ندير لهم مدجات بالها دارت كرون 260 عندنا اليوم خديت هذه بعدا انا ما مشيتش بكري والله ما فقتش بكري ما دخلتش للسوق بكري. وهنا شويه ديال خيزو صافي بحال هانتوما هادشي اللي خديت والليمون ضروري العصير وواحد شويه البنان الدريات كيبغوه والقرعه على غديت الكسكسو البارح قلبت الجمعه الصحيم كامله ما لقيتهاش كامله ما لقيتش دخلت لها للسوق في العشيه وما لقيتش لقيت باقي الكاميوات ما نزلوش. المهم انا جبت هاد القرعه وهذه كيجيو في هذه كتجي في الطاجين واعره هذه كتجي في الطاجين واعره هذه لا يفيق لا من وغشين والله الا كتجي في الطاجين واعره. وبالنسبه لهذه كتجي في الشوربه كتجي في كسكسو ماشي يعني كسكسو حتى الشوربه راكم شاركت معكم لا صوب ديالها. هنا كيف ما كتشاهدوا كيلو ديال السرديل وكيلو ديال الشرن كيلو ديال السرديل وقيل 260 وكيلو ديال الشرن ب 300 ريال خديت هذا 300 ريال المهم 260 و 300 قتلت 560 عطيتو 500 قلت لي غنطيح لك تما كنضحك مع الدراري كنعرفهم لهلا خاطينا حباب كنخدم لهم عارفين الوقت ما كاينش واقفين المهم كيتعاونوا معنا حنا الناس. هنا خديت واحد شويه الزيتون من واحد الدري كنعرفو حتى هو هذا مقطع كيف ما كتشاهدوا وهذا حتى هو مقطع دوائر وهذا مشرمل. وهنا واحد شويه ديال الزبيب بغيت ندير به واحد الطاجين ندير به طويجين ان شاء الله ونشاركوا معكم وشويه الهريسه بغاوها الدار انا ما الهريسه هادشي ما عنديش معاه. انا اللي كيعجبني هو هاد الفلفله المخلله مثلا هاي هريستي انا هادي في حاله الا بغيت مثلا ناخذ منها الزيت ديالها ولا شي حاجه نخدم به ولا فلفله حاره هي هادي مخلله راه شاركت معكم كيفاش الطريقه ديالتها. وهنا ديما واحد النصيحه الزيتون ملي تجيبوا هاد الزيتون الاحمر ولا اي نوع من الزيتون ديما ديروا عليه الماء ديما ديروا فيه الماء واحد طريف من الحامض ديالو باش كيبقى محافظ بالنكهه ديالته وباللون ديالو ما كي يعني الاغلبيه كيديروه في الثلاجه كيتبدل كيزرق كنقولوا حنا كيزرق ولكن ملي كدير ليه الماء بحال هكايا كيبقى بالنكهه ديالته صافي هادشي اللي كاين. وكوزين تباكم العبدي هي هادي كيف ما كتشاهدوا صغيره على قد الحال هانتوما
بوطاجي فين كنخدم هذا راه داير غير سميتو غير جليجه. عندي هاد البلاكارات كيف ما كتشوفوا جامع فيهم المواعن، وهذه جليجه حاط عليها، لان الكوزينه عندي انا من هنا لهنا، هذه هي الكوزينه عندي. هذا كوزينير كنكمل به، هذا كوزينير كنكمل به، ها انتوما هذا راه كوزينير، شوف خدام بالفران ديالو، كوزينير بالفران ديالو، ها هو خمسه الكوانن بالفران ديالو. هنا كنضطر انني حيدت هاد كوزينير، خديت هاد كوزينير شحال خديتها ضحكوا عليا ولا جلسوا، خديت هاد الكادر خديته ب 50 درهم من الجوطيه، هاد الكادر خديته ها اللي كتمشوا تاخذوها ب 30000 تصنطو القوالب ديال باكم العابدي، هادي خديتها ب 1000 ريال، مشيت خديت هاد الكوانن جداد ب 100 درهم ها هي ولات ب 3000 ريال، خديت هادي ب 400 وهادي ب 400 هادو ب 800 ريال، وخديت هادي ب 400 800 مخدامين باربعه الكوانن باربعه. وبالنسبه لهاد الكويزينير بشحال كنت واخذو انا؟ راه معايا نيت سوريه بنت الحمري خديته ب 7000 ريال، هاد كويزينير بالفران ديالو ناضي خشي فيه حولي يتحمر يهز بسطيله بالصينيه ديالتها، ها هو خديته ب 7000 ريال، ها اللي غتمشي تاخذو من جديد ب 80000. مالو خدامي يطيبني انا كامل ملي كنشعل فيه العافيه بقى عافيته زرقاء ما نعاودش لكم، يطيب وناضي. ها هنا ملي كتكون عندي شي ضيافه مثلا كبيره ولا شات شي كوموند كنخدم هذا الشيء كامل، وعاد كنخدم الفورنوات الكبار على برا باش نربح الوقت. كل حاجه اشنو كندير فيها؟ واحد الاخوات كانوا يسولوني على الطناجر ديال النحاس، الطناجر ديال النحاس قال لي بشحال شريتي ما بو العبدي؟ نقلب عليهم فين اي ها ما فران الفران انا ما مخدموش، مخدم الفران ديال الضو، الفران ديال الضو واخذو من عند ابراهيم ود البويطيطي، تحيه لابراهيم 3000 ريال باعته وحده، عزيز عليها الموضه عزيز عليها لامود، خرجوا دوك كانوا هاد البيضين خرجوا دوك الكري باعته هو كان يبيع تا هو فهادشي، مشيت شريته من عندو، انا باقي جاي من كازا تابع ليا الفران محطوط هكا كيدير، الله اعلم به شحال من عام، انا راه عاد دروكا تحولت من حداهم 6 سنين ولعن الله، واخد من عندو فراش ديال هاد البيت صغير، واخد من عندو واحد الماريو كتزوفري ديال الجبيبان، واخد من عندو طلامط، واخد من عندو زربية وما الزاوي، تحية للزاوي، خلاص. المهم هادي خديتهم من عند ميلود الزاوي، هادي وهذا الطنجرة ديال النحاس خديتهم من عند ميلود الزاوي، خديتهم غير مستعملين، خديتهم المهم مستعملين، راني كتبت لك في الكومنتير بشحال خديتهم، قلت لي بشحال خديتهم، قلت لك راني خديتهم بالثمن كذا، الا رجعتي للكومنتير ديالك ان شاء الله غرفعه. المهم هذه الحال ديال السوق والتقديه والتماره، وانا وريتكم ها خيمتي هنا بسم الله على بركه الله، تحت الطلب ديال العديد من الاخوات، بما اننا في منطقه اسفي ومعروفه بالسرديل وبعده انواع من السمك، اليوم ان شاء الله جبت لكم طريقه السرديل الكواري بالجزر او خيزو او سفناريه او كل واحد بشنو كيسميه. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجوا ليها وهي كالتالي: بابريكا، قزبر يابس، الكمون، الخرقوم بلدي او خرقوم عرق كنقولوا حنا، الابزار، سكنجبير، ورقه سيدنا موسى، والثوم بالطبيعه، المعدنوس والقزبر مقصين، القزبر اكثر من المعدنوس، فلفله حاره للتزيين، مطيشه، الحامض خضر للتزيين كيبقى اختياري، والحامض مصير، والزيتون احمر كيف ما كتشاهدوا، والزيت زيتون او زيت نباتي، انا غنخدم مع زيت نباتي، السردين شويه مجهد. بالنسبه للروز بسماتي كيف ما كتشاهدوا، الروز بسماتي نقي وما كيهش الطياب، اولا راك الروز المصري اختياري الا بغيتو، المهم انا كيعجبني في سميتو في السرديل. ان شاء الله دابا ندخلوا على بركه الله. بالنسبه للعطريه اللي ذكرت لكم هي اللي درت هنا في الحوت، يعني في السرديل ديالي في الكويرات، هنا باش غادي نضيف عليهم بسم الله القليل من الروز، ونمزج المكونات، وهانتوما معايا. هنا ان شاء الله على بركه الله كناخذوا الطنجره ديالنا بعد ما مزجت
زدتهم، ضفت لهم الزيت النباتي كي قلت لكم، وغادي نخلطهم ونخليهم يشربوا. الا بغيتوا تزيدوا فيهم واحد شويه الشحمه ديال الكلوه ديال الغلمي ولا ديال البقري ماشي مشكل. هنا في طنجره اخرى، هنا بسم الله على بركه الله، باش غادي ناخذ شويه المعدنوس وغادي ناخذ شويه ديال الثوم. يعني كي قلت لكم الشيء اللي غادي نديرو في الطنجره هو اللي درت في سميتو في الطنجره. هنا بسم الله نفس المكونات، وما تنساوش الملح. هنا بالنسبه للملح راني ما ذكرتش لكم، ولكن ضروري ما كندير منها واحد شويه لود، لان السردين راه كيتغسل، وديما السردين عصروا فيه واحد العصره ديال الحامض خضر، كتقادي البابا الجد عصره ديال الحامض خضر كيف ما كتشاهدوا هنايا بحال هكا. الحامض خضر كيساعد، ونديرو حتى فهاد الشرموله ديال الخيزو، وما نساوش سميتو الحامض مصير حتى هو كنقطع منه واحد شويه واحد طريف تقريبا على حسب الكميه اللي عندي انا. كيلو ديال السردين غادي ندير تقريبا واحد ربيع ديال الحامض، وغادي نضيف واحد شويه ديال الماء، واحد شويه ديال الماء في هاد الشرموله. لقامة هي هذه، هنا صافي ان شاء الله باش غادي ندير فيها داك الجزر ديالنا، ونسد في الكويرات فوق منه ونطيبه في الطنجره عادي. هنا كيف ما كتشاهدوا الطنجره هي كنشحر خيزو في هذه الشرموله مزيان صافي. دابا غادي نحك واحد شويه ديال المطيشه ونضيف عليه من الفوق ونستف عليه دوك الكويرات. هنا كنحاول نمزج دوك المكونات كاملين، ما تنساوش الفلفله الحمراء بالطبيعه. بالنسبه للفلفله الحمراء هي التحميره او البابريكا او النيورا، كل واحد كيفاش كيسميها. الفلفله الحلوه زعما الفلفله يابسه ومرحيه او مطحونه، لان اللغه او اللهجه يعني من منطقه لمنطقه. حنا هنا في منطقه عبده عندنا لهجه، دكالة عندهم لهجه، الشياطمي عندهم لهجه، الناس اكادير عندهم لهجه، الريافه عندهم لهجه مع كامل احتراماتي للمغاربه، الشماليين، ناس الجنوب، داخل الخارج الشرق، المهم شوفوا كل واحد فينا عنده لهجه. ما تحكموش على بعض الكلمات او طريقتي في الكلام، لا راه حنا بلادنا هكا، حنا كنتكلموا هكا. المهم صافي هنايا كيف ما كتشاهدوا، يا سلام على الريحه وعلى الشرموله، يا سلام. هنا كيف ما كتشاهدوا دابا هانتوما الشرموله، هنا طحنت مطيشه، هانتوما كركوبه ديال المطيشه هذه كبيره، كركوبه ديال المطيشه كبيره، الواحد هو اللي اقتصد. طحنتها بشويه ديال الماء، صافي نخليه يغلى واحد شويه مع ديك المطيشه يتلابق، وهانتوما معايا. هنا دابا ان شاء الله غادي ندوزو ونقلبو السرديل ديالنا، الكويرات او خيزو بسم الله، هانتوما مطيشه هي تشربت. هنا باش غادي ندير الكويرات ديالي وغادي ندوز نطيب شربت الملفوف، شربت الملفوف الطريقه والمكونات انا غنشاركها معكم. هنا بسم الله كيف ما كتعرفوا السرديل يعني ما كيهش طياب، الروز بسمتي ما كيهش طياب، كيطيب هذاك على غاليه. هنا باش غادي نرمي هاد الكويرات
ونسربين في الطبسيل او في طاجين صغير عادي. بامكانكم بغيتو طيبون في الطاجين طيب. المهم انا بكثره مع انني كنطيب في الطاجين بغيت نبدل شويه انا لوبو. والطاجين الديفو ديالو انه كيبغي يتكل حيلا، يطيب يتكل، الا تسخن ما كيجيش هو هذا. بغض النظر على الجميله مثلا كنخليها او طنجره كنخلوها شويه ملبيه، كتعرفوا الوليدات كيبغوا يغمسوا وحتى الكبار راه كيبغوا يغمسوا ماشي على الوليدات. هنا كيف ما كتشاهدوا هنا غادي نضيف عليها واحد قرينه ديال الفلفله. هنا ان شاء الله دابا ملي عرفت النيفو ديال السرديل فين وصل، دابا غادي نضيف ليه القليل من المطيب. القليل من المطيب علاش؟ غتقول لي علاش ابو العبدي زدتي المطيب؟ نقول لكم الكويرات غيشربوا والروز غادي يشرب، يعني خصنا فين يطيب الشرموله ديال تخيزو مع ديال سميتو تمريقه على قد الكويرات باش يطيبوا لينا كيف ما كتشاهدوا. وهنا غادي نضيف لهم واحد الربيه ديال الحامض، وغادي ندير لهم واحد شويه الزيتون احمر. انا رميتو كلشي دابا من الديبار، اللي بغيتو ديروه حتى يطيب الحوت ماشي مشكل. بالنسبه لهاد الزيتون كي قلت لكم راه مسوس، هاد الزيتون راه مسوس، ما دقتوش باكم العبدي راه صايم ولكن راه مسوس. السيد اللي كناخذو من عنده هاد الزيتون مسوس ديما كناخذو من عنده، فلهذا انا درتو هنايا باش يجيني فين سمت السرديل زوين سالينا من هنا. انا بالنسبه للشوربه ديال ليشو ديالتنا او الملفوف كل واحد شنو كيسميه، بعد ما كنقطعو وكننقيه كننفخو في الماء مزيان باش حتى كاين شي تراب ولا شي حاجه في هاد الجيوب ديالتو تحيد. هنا محتاج لواحد القطعه من البرو او برو ولا بروتان، يعني جوج بروات. هنا بطاطا، هنا القليل من الزبده، وهنا واحد طريف ديال اللحم او الحوت، الدجاج او الحوت. المهم انا جبت واحد طريف ديال اللحم كاختياري، غير كيبدل ليه المذاق ديالو. هنايا غنحطو فيه ماشي مشكل عندنا. وعاد ديال القزبر المعدنوس والكرافس والزيت بالطبيعه، يا زيت الزيتون يا زيت نباتي، والكريمه علاش كتبنى الاساس، والملح والبزار هما العطريه، وواحد العصره من الحامض في الاخير كتبقى اختياريه. مرحبا بكم. هنا البزار هالملح كيف ما كتشاهدوا، هنا على نار مهيله، هنا كيف ما كتشاهدوا ضفت الزبده دوب واحد شويه، غادي نضيف عليه واحد القليل من الزيت، زيت نباتي ما درتش زيت الزيتون. هنا غادي نضيف عليها واحد القليل من الملح، يعني الكريات اللي غادي تطيب فيه. وهنا واحد القليل من الفلفل الاسود او الابزار. هنا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا غادي نضيف عليها هاد البورو وهاد البطاطا. هنا غادي نشحر هاد البورو مع هاد البطاطا مزيان في هاد الخليط ما بين هاد الشوربه، ما كنبغيش ندير فيها شي حاجه اخرى الا الملح والبزار والحامض. يستحسن كيقدر يدار فيها عده اشياء، ولكن بالنسبه لي انا هادو هما المكونات. ندوز نقطع الكرافس مع القزبر مع الشيفر مع لوشو. هنا خديت هذاك الطريف ديال اللحم، داك الجنوح ولا الصدر، ديروا نتوما الصدر. المهم انا اللي هزتو يدي من البلاستيكه هو هذاك، مجرد بنه حتى يطيبوا غنفرتكو فيها ماشي مشكل. الجنوح راه حتى هو لاصق في الصدر. هنا صافي ان شاء الله، هنا بحال هكايا. دابا ها انتم كيف ما كتشاهدوا الكروم حتى هو غادي نضيفو، وناقص العافيه هنا، ناقص العافيه. دابا عاد غادي نجي هذا واحد شوي، والماء راه طايب من عندي من قبل. وفي نفس الوقت القزبر والكرافس والمعدنوس هما الاساس ديال هاد الشوربه. هنا كيف ما كتشاهدوا نحاول ندبلوا هاد ليشو او لوشو او الملفوف.
صافي ها انتم معايا. هنا ان شاء الله دابا باش غادي نقلب الصوبه ديالتنا او الشوربه ديالتنا بسم الله. صافي هنا غادي نعطيها المرق الكافي. بالنسبه لهاد الملفوف هو كيعطي الماء، هو اصلا كيطلق الماء. وبطاطا الدور ديالها الا ما عندكمش ديك الكريمه بلاش، ماشي بالشرط. شوفوا هنا باش غادي نعمر ندير الماء يعمر اتاي. الا ما عندكمش بالنسبه لهاد الكريمه هنا هانتوما، بالنسبه لهاد الكريمه ديال الطبخ بلاش ديروهاش. بطاطا عوض ما غديري بطاطا ديري جوج، بلا فرماج بلا حتى شي حاجه، حتى الفرماج الا ما بغيتيش بلاش. غديري كركوبه ديال البطاطا مثلا فيها النشا، ديري جوج كركوبات غير غيوها. ولا كاينه واحد الطريقه اخرى، مثلا واحد العويشقه ديال الدقيق تخلطيها بشويه ديال الماء وتخوي عليها حتى هي كتشرب بحال دورتي الحريره. ولا كاينه واحد الطريقه اخرى ديال الشعريه الصينيه ولا الشعريه ديال السفه، حتى هي كترميها فيها وكتدوري بها، يعني كتشربها كتعاونها. هنا صافي ان شاء الله هذا هو سليناه. هنا ندوزو طويجين ديالنا كيف ما كتشاهدوا، ناقص عليه البوطه. هنا صافي نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم بعد ما نعمرو بريريد ديال اتاي. ومرحبا بكم وقبلوا عليا، انا راه عباكم العبديه، بلدي طبيعي، نموت على التراث، نموت على الثقافه. هذه راه عاديو الكرب، انا راه ماشي داري اش غادي ندير فيها الرخام ولا غادي ندير فيها شي حاجه، دار الناس هذه. انا غير كاري كنخلص الايجار باش كاري، ما عنديش مشكل. الكوزينه فيها جوج متر، ها ها لافابو، ها في كنغسل المواعن، ها فين كنطيب هاد لي سباس هنايا. هانتوما هانتوما كيف ما كتشاهدوا، وانا مكمل هاد البلاصه كي قلت لكم، ها هو الفران ديال الضو، مكمل هاد البلاصه غير بالزليج. ها وهاد البوطاجي هادو المجوره كنقولوا حنا المجوره، هام هاد المجوره اما واخدهم من عند ولد فريحات. صافي هنا غادي نطحن شويه الفريز مع الليمون كيف ما كتشاهدوا، الفريز مع الليمون وبرنات ديال اتاي، وضروري البنان، ما تنساوش البنان. الفريز مع الليمون والبنان كيجي اكثر من رائع. وبرنات ديال اتاي بالنعناع ملقم والنعناع ديال البروج، وديما القنيبيره اللي فيها الماء، القنيبيره كندير فيها الماء من الروبيني. حنا هاد الليامات الروبينيات عندنا تبارك الله راه بحال كنشربوا الماء من الواد الحار، والله القسم كرم الله وجهكم، كنضطر انني ندير الماء في هاد القنبوره باش بناتي ما يمرضوش. شحال قدنا نشرو حنا ديال الماء؟ اقول لي شحال قدنا غنشرو الماء، غنشرو الزيت، غنشرو الدقيق، غنشرو السكر، غنشرو الزبده؟ واش انا خدام في شي مجلس؟ واش انا ملقي يدي لشي مجزانيه؟ واش انا داير شي جمعيه حقوقيه ولا جمعيه انسانيه ولا جمعيه خيريه؟ راه ما عندي والو، انا باكم العبدي مضارب انا والفريز ديالي مضارب انا ومولاه. مول الفريز ضاربت انا، قال لك مالك تتستي لي؟ قلت يا ودي حسب لي 300 ريال وخليني نستي، حسب لي 400 وخليني نستي، وانت غتجمع لي قلت لي الخامج اش غنستافد منه؟ الله يهدينا الله يهدينا. المهم ما كاين، بس اختاريت اللي بغيت، اخر المطاف قنعته. هنا ان شاء الله بالنسبه لهذا وطفيت عليه صافي طاب. بالنسبه لاتاي هوايا كيف ما كتشاهدوا، هنا ان شاء الله هذه دابا باش غادي نطفي عليها ونطحنها. هنا بالنسبه للمخمل البغرير كنسخن فيه، هذا ديال البارح. والعصير راني طحنته. هنا دابا كيف ما كتشاهدوا كيف طحنت الصوصه ديالي، كملوا انتم معاه. هنا ان شاء الله بعد ما طحنت الحسوه ديالتنا كتعجبني فيها الكريمه، فرتكت فيها داك الطريفات ديال اللحم، هانتوما كيف كتجي، شتو السمك ديالها أو التماسك ديالها ماشي السمك ديالها. دا
سنتر كيخرج ليا شي واحد كيصاوب الفيترينات يقول لي السمك هنا قاري المات بالفرنساويه في الزحام ملي كانت القرايه عاده الشان مثلا مع المقررات راه من المدرسه للمدرسه كيتبدلوا الاستاذ ما بقى قاري والدري ما قاري ارجع في الله هنا نتلاقاو ان شاء الله في طاوله التقديم مرحبا بكم وهنا هذا هو الشق النهائي ديال الفطور ديالنا كيف ما كتشاهدوا لاصوب او صوبه ديال الملفوف او ليشو شوفوا كيفاش كتجي هذوك التقطيعات ديال اللحم اللي كت ديال الدجاج او الحوت ممكن ديروا فيها الحوت اي نوع وهنا علاش غنات المايا افتح يا سمسم هذا هو الطاجين اللي كنا كنديرو زمان على الطريقه المسفيويه العبديه الحره الاصليه ديال باكم العبدي ومن دار لدار كتختلف الاطباق ومن دوار لدوار ومن طاقه لمنطقه ومن بلاد لبلاد كتختلف كذلك الاطباق فلهذا انا وريتكم طريقتي وانتم وروني طريقتكم ونعلموا بعضياتنا ونتعلموا من بعضياتنا الى ما تعلمنا الطياب نتعلموا الصواب والاداب مرحبا بكم الف مرحبا ودائما البراد اللي ما عليه هضره وكلام براد باكم العبدي اتاي والصفوف والتمر شباكي تنسيبتي شباكين شباكي جيراني بلاغ تنسيبتي زيتون السوق اي واحد الشيء اللي كاين اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال مرحبا بكم